بيع الباب الشهير الذي أنقذ حياة البطلة روز في فيلم تايتانيك الشهير لعام 1997 بمبلغ هائل يقدر ب720 ألف دولار في مزاد علني الباب الذي كان مصنوعاً من قطعة خشب أصلية تم بيعه خلال فعالية كنوز من هوليوود التي نظمتها دار المزادات هيريتاج محققاً مبلغاً ضخماً يقدر ب وثمانية دولارا أمريكيا متفوقا على بعض القطع الأخرى الشهيرة مثل صوت إنديانا جونز وفأس جاك نيكلسون من فيلم The Shining وفي نفس الحدث تم بيع الفستان الشيفون الذي ارتدته الممثلة كيت وينسلت التي أدت دور روز في الفيلم مقابل 125 ألف دولار أمريكي